الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. قال مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح إن هناك فجوة بين التخطيط المالي المطلوب الذي يلائم الزيادة السنوية في السكان واحتياجات التنمية وبين غياب موازنة تستبدل باعتماد معايير العام الماضي لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي للسكان في العام الحالي. وأضاف صالح أنه كلما طالت مدة تعطل تشريع قانون الموازنة تباطأت المصروفات الجديدة التي تخدم النشاط الاقتصادي والتي ستسفر عن تسجيل حالة من شبه الانكماش في الاقتصاد الوطني. قالت مديرية ناحية بني سعد في ديالى إن المدينة الصناعية في أطراف بني سعد تعاني من إهمال متعمد أسفر عن تعطل الكثير من المعامل فيها. وأوضحت المديرية أن 15 إلى 20 معاملا فقط في المدينة الصناعية يعمل حاليا، والباقي متوقف منذ سنوات لأسباب تتعلق بغياب الدعم وإغراق الأسواق بالمستورد، بالإضافة إلى ضعف البنية للخدمات الأساسية ومنها الطاقة الكهربائية. وتضم زها 400 معمل أغلبها للنسيج والمواد الغذائية، وبقية الصناعات شكلت على مدار نصف قرن شكلت عمود الاقتصاد وجذبت عمال من 4 محافظات، بالإضافة إلى عمال من جنسيات عربية. أعلنت سوق العراق للأوراق المالية عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي. وقالت إدارة السوق إن عدد الشركات صاحبة الأسهم المتداولة بلغ خلال الأسبوع الماضي 43 شركة مساهمة، فيما لم تتداول أسهم 40 شركة بسبب عدم تلاقي أسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع، بينما يستمر توقف 20 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. كما أن عدد الأسهم المشترى من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 124 مليون سهم بقيمة 178 مليون دينار من خلال تنفيذ 53 صفقة. شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من 1% مقتربة من أعلى مستوياته في 7 سنوات والذي سجله في الجلسة السابقة. وارتفع خام برنت دولارا واحدا و22 سنتا ليصل إلى 91 دولارا و25 سنتا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا و7 سنتات ليصل إلى 87 دولارا و89 سنتا للبرميل. وعززت أسعار النفط المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وبدأت الأسواق تولي اهتمامها لاجتماع يوم الثاني من شباط لمجموعة أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إلى جانب منتجين آخرين منهم روسيا. وهذه انتقالة إلى أسعار العملات والمعادن. إلى اللقاء.